ايه؟ طب نجيب المطلوب التاني، هو عاوز بقى دي يجيب لها ايه؟ ترانسفير فانكشن. عشان ادخل ترانسفير فانكشن هو سهل عليا كمان وقال لي يو اس واوميجا اس، يعني عاوزها يفهمني ان انا هدخل ده كله اترجمه للاس دومين، صح؟ طب نجيب نحول من ديفرنشال ايكويشن لاس دومين، كنا بنعمل ايه؟ لا بلس كل ديفرنشيشن بشيل واحد مكانه اس بنفس الاوردر، صح؟ يبقى عندي ام غير 40 عشان ما تكتئبش ام، صح؟ دي هتبقى اس في يو، بعد كده يو كابيتال بقى يو في الاس دومين زائد سي يو هتساوي ك اوميجا في بس الاس دومين، صح؟ ترانسفير فانكشن تعمله ازاي؟ هو علاقه بين مين ومين؟ اوتبوت والانبوت. الاكس اوتبوت على الانبوت. الاوتبوت بتاعي فين؟ اليو، صح؟ نجيبها في طرف لوحدها، ماشي؟ دي في طرف لوحده الاول عشان ما تسبقش الخطوات. ام في اس يو اس هتبقى ام في اس زائد سي سي هتساوي ك اوميجا اس. نقلته ده؟ نقلته ده؟ صحيحين ولا هربانين ولا ايه؟ ممكن ننزل الشيت قبل ايه بالترانسفير فانكشن، ممكن اللي هي قلنا هنسميها بعد كده جي اس اللي هي علاقه بين مين ومين؟ الاكس اوتبوت. الاكس اوتبوت على الاكس انبوت. الاكس انبوت انا مديها لكم علشان بس ما نتلخبطش من الرموز. الاكس اوتبوت بتاع اللي هو اليو. اليو، صح؟ يبقى هنا يو وتحت الانبوت بتاع اللي هو اوميجا هتساوي. طب تاني بقى K على ال M C. أوميجا مضروبة في ال K، صح؟ M S. واليو مضروبة M S زائد C. M S plus C. يبقى كده جبت ال transfer function بتاعي. كده المطلوب الكام؟ تاني. التاني. مطلوب التالت كان عاوز مني إيه؟ حد كده؟ كده إيه عليك؟ مطلوب التالت كده إيه عليك؟ كده إيه عليك؟ كده إيه عليك؟ لا ده ثابت عندك من اول ال يا راجل بيمثل حاجه. طب التايم كونستنت يا باشمهندس عشان اجيبه وانا لازم اخلي ترانسفير فانكشن مساوي للستاندرد فورم بتاعك، صح؟ هو ده الجيم. اخلي الترانسفير فانكشن اللي انا جبته بيساوي الفيرست اوردر ستاندرد فورم، نكتب الفيرست اوردر ستاندرد فورم واساويها بده. الستاندرد فورم بتاعتك كانت بتساوي الفيرست اوردر بتساوي ك على 1 زائد تي اس تي مضروبه في اس. عشان احول ده اعمل ايه؟ اقسم على ام. اقسم على ايه؟ اخلي الترم ده بواحد يبقى اروح اقسم على ام في السي. اتفضل اقسم على السي يبقى ك على سي ايه ام على سي اس بلس سي على سي لا بواحد، صح؟ تمام. التايم هنا بيساوي ايه هنا؟ تي ده المضروب في الاس تساوي ام على سي. ام على سي، صح؟ يبقى هنقول التايم كونستانت بيساوي ام على سي. هو مديني الفاليو بتاعته، صح؟ مديني كام على كام؟ الام 18 تم على السي بكام؟ 150,000. هيطلع لي التايم الاخر ربي كده بس هيساوي 120 سكند. هيساوي 120. الطالب بتاعي من اليونت بتاعته هنسيبه كده ولا ايه؟ خلينا نعمل خلايا تعبانه بنحسب بالسكن، يبقى 120 سكن. يبقى كده المطلوب الثالث اللي احنا جبناه مصطلح التايم كونستنت معناه ايه؟ مصطلح التايم كونستنت معناه ايه؟ معناه ايه؟ اللي احنا قلناه سرعه استجابه السيستم للانبوت اللي انا بديله. يعني كده هيطلع لي الاوتبوت بعد قد ايه؟ 120 ثانيه. 120 ثانيه. لا نخلينا دقيقين. يوصل لحاله الاستدي بعد 120 ثانيه. في حاله الاستدي احنا قلنا الطيب بيعبر عن سرعه استجابه السيستم. في حاله الاستدي انبوت شباب.
جيت بوكس. التايم ده اللي هو 120 اللي احنا بنجيبه ده الفاليو بتاع 63% من الفاينل فاليو بتاعه. يعني لو انا رسمته احنا قلنا هو ككونسبت هو بيساوي بيعبر عن سرعه استجابه السيستم، بس فعليا هو بيساوي كام كمقدار بقى؟ لو انا اديت ستيت انبوت هنا ماشي وطلع الكيرف ده كده خلاص كده ده الفاينل فاليو بتاعي اللي هو بي كي مظبوط. عند 36% من كي ده التايم كونستنت كفاليو. يعني ال 120 دي هشوف الفاينل فاليو الستيدي ستيت اوت بوت لو ضربتها في 63% هتطلع لي 120 سنه. عرفتوا بتجيبوا ازاي تايم كونستنت؟ ده اللي يهمني. هو مش هيجيب لي مسائل اعمل انت لابلاس والكلام ده؟ احنا داخلين على لابلاس مستعجل مستعجل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف المطلوب الثالث الرابع كان بيقول ايه؟ كان عاوز الاكس اوت صح؟ نمسح ده مش محتاجينه خلاص في حاجه. مش انا مذاكر بس مش عارف مش ازاي بس ها من السبع هنحل الابلاس السكن من السبع. يلا يلا مطلوب الرابع كان عاوز اكسبريشن للريسبونس بتاع السيستم في التايم. يعني كنا قلنا عاوز ايه؟ عايز اكس اوتبوت فين؟ اكس اوتبوت فين؟ طيب التايم بتاعه. انتوا مش معكوش الجدول صح؟ نفتكر كده كونسبت موجود في الجداول. احنا عشان نجيب ده بس الاول هنعمل ايه؟ هو قال لي جيب اكسبريشن للفايف كونستانت قلنا الاكس اوتبوت. احنا كده شغالين في الاس دومين صح؟ تمام. هنكمل اس دومين. اكس اوتبوت في الاس دومين بيساوي ايه؟ الاكس انبوت في ترانسفير في الاس دومين مضروبه في ترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن اللي احنا خدناها في الاس دومين صح؟ احنا دلوقتي عندنا ترانسفير فانكشن بس هو يديني ايه؟ اكس انبوت. الاكس انبوت صح؟ فهو بيقول لي جيب لي الاكسبريشن اوف تايم ريسبونس اوف تشينج وينز از ا ستيب تشينج اوف اوميجا تي فروم زيرو ستيب تشينج من 0 ل 12 ونص راد في السكند. وبيقول لي اسيوم ذات تشيب انيشيالي ات ريست. يعني الحاله الابتدائيه للتشيب كانت في 0. نسيت اقول لكم حاجه لما اجي احول من الديفرنشال ايكويشن للاس دومين بلابلاس ترانسفورم لما اخترعوا لابلاس لابلاس لما جه يطبق كان بيطبق ان هو بيجيب ايكويشن يطرحها من الانيشال ستيت بتاع السيستم. فعشان نسهل الانيشال ستيت ده على طول بنعتبره بزيرو والدكتور مش هيجيب انيشال ستيت بفاليو تاني. فهو لازم يقول لك ان هو الحاله الابتدائيه بتاعت السيستم كانت في حاله الريست علشان اقدر اطبق المعادله على طول بتاعت الترانسفورميشن. تمام. يبقى لازم اول حاجه الانبوت بتاعي يبقى في حاله ريست ريست اوكي والانبوت تبقى من زيرو. طب هو بيقول لي الانبوت ستيب تشينج من زيرو ل 12 ونص. يعني الحاله دلوقتي بتاعتي ان هو مديني كام؟ 12 ونص راد بير سكند صح؟ البروبيلر بيديني اوميجا بتساوي 12 ونص راد بير سكند. يعني ودي ستيب تشينج يبقى نوع الانبوت انبوت نيتشر بتاعي نوع ستيب انبوت صح؟ هو من زيرو طلع ل 12 ونص على طول. حالته كده كان في 0 من 0 نطت مره واحده ل 12 ونص تمام وفضل كونستانت بير تايم. طبعا دي مدهاني فانكشن في التايم صح؟ يبقى لازم احولها الاول الاس صح؟ يبقى 12 12 ونص دي هتساوي ايه في الاكس اي؟ 12 ونص على اس 12 ونص على اس 12 ونص على اس الاس مظبوط صح؟
والترانسفير فانكشن دي عندي صح؟ اقدر اجيب الاكس اوت، يبقى الاكس اوت هتساوي في الاس دومين ده كله 12 ونص على الاس، 12 ونص على الاس مضروبه في مين؟ ترانسفير فانكشن اللي انا جبته كي بيساوي لا كي على ام اس مس كي على ام ام اس زائد سي اس بلس سي سي. بعد كده احنا عايزين نحوله تاني للتايم دومين فراغ فراغ. طب ما نجيب التفنينه وتوقف لوحدها يا عم، دي نقطه. لا دي 120 نقطه. التايم كونستنت اللي انا جبتها من الصدر بتعمل حاجه اللعبه مديني رقمها. لا ما في الاخر علشان اطلع دي بفاليو لازم كل الكونستنت دي يبقى ليها ارقام، هتبقى في الاخر عشان ما تضغطش واقعد اصرف واقسم. يبقى الاكس اوت بتاعك في الاس هتساوي 12 ونص كي، هتبقى 12 ونص كي كي صح؟ على في مين؟ في اس ام اس بلس سي سي برشا ده الفراكشن الموجود عندي عشان احوله للتايم كونستنت واستخدم انفرس لابلاس. اعمل ايه؟ برشا الفراكشن اقسم ده لحاجات صغيره موجوده في الجدول صح؟ انتوا دلوقتي مش معاكم الجدول بس هديكم الكونسيبت عشان لما تروحوا في البيت وتشوفوا كده تكرروا تعرفوا انا جبتها ازاي. اول حاجه بعملها عشان اريح دماغي الاس دي لازم تبقى مضروبه في واحد. انسى الستاندرد فور، انا دلوقتي بحل مين؟ عاوز اجيب الاكس اوت صح؟ فانا عاوز الاشكال اللي موجوده هنا تبقى موجوده في الجدول. مفيش في الجدول حاجه مضروبه في اس، كله الكوفيشنت بتاع الاس على طول بواحد، فانا مش عاوز حاجه تبقى مضروبه على طول في الاس بتاعي، يبقى كل حاجه اجيبها في الطرف الثاني واسيب اس فاضي. اوكي؟ ده اول حاجه لازم اعملها قبل ما ابتدي اقسم اي حاجه. يبقى اول حاجه هقسم على عايز اسال شكل اقسم على الام ده لا ده يبقى 12 ونص لا كي على ام اس هتبقى اس بلس سي على ام على ام تمام مظبوط. تعوض يعني تظبط نفسك بارقام ميتر رقم يعني تظبط الهيت النص اشتغل بالرموز بعد كده نظبط الارقام. عايزك تكلم عشان تكلم انا. ده الاكس اوت في الاس دي نوعها ايه؟ دي نوعها ايه؟ فاكتوري 2 صح؟ اعملها ازاي؟ اجيب الاس في ناحيه والاس بلس سي على ام في ناحيه صح؟ يبقى اكس اوت في الاس هتساوي مش ده الكونستنت؟ اه ما تاخده بره خالص ما توجعش دماغك ماشي. يبقى 12 ونص كي على ام قوس بقى ايه على اس ايه على اس زائد بي على القوس الثاني ابراهيم فينك اكلي لا هو اللي اتعملت الغلط ليه؟ ايه هنا مش نفس اللون؟ فاهم؟ فاهم؟ لازم يكون نفس مش ده ثابت؟ اما لازم يكون نفس الثابت اللي فوق هو هو اللي جنبه الثابت. مش فاهم؟ اه لازم ده يبقى ده.
قبل ما اعمل فاكتور روتس اشوف اولا الايكويشن دي موجوده عندي حاجه شبهها ولا لا. فعلا دي موجوده. انا قلت اعمل فاكتور بس ما شفتش في التيبل. التيبل موجود حاجه جاهزه كده في بس لازم السي ام دي تبقى مضروبه فوق برده. اضرب في سي على ام. اروح اعمل ايه؟ اضرب في سي ام فوق سي ام على فوق سي ام على تحت. ايوه تمام. مش يبقى ايه ده كونستان كلهم كونستان لا ايه كي والام اهو سي والام. ركز معايا يا شباب ايه بقى في سي على ام تحت وفوق هتفضل عندي ايه انا عاوز سي على ام دي تبقى مضروبه فوق وتحت ما يبقاش مضروب فيها حاجه فاروح مطلع دي على طول هنا صح هتفضل ايه اكس اوت دوت اس هتساوي 12 ونص ك صح سي في سي طب مين ده يا ابني على ام في سي على على ام سوري واقسم ده على سي على ام يبقى مضروب في ام على سي صح؟ يبقى الام راح يبقى الاكس اوت على طول في النهايه 12 ونص كي على سي كي واحد بقى اللي هي سي على ام ماشي اس سي على ام ارجع بقى للتايم دومين بقى مظبوط؟ الفيجر دي موجوده في جدول ابليس عندي في الجدول صح؟ احولها بقى اكتب اكس اوت في التايم دومين هعمل هنا انفرس لابلاس انفرس لابلاس هعمل ايه؟ ده هينزل كونستان زي ما هو يبقى 12 ونص اي على سي مضروبه في الفانكشن دي بتساوي 1 ناقص اي واحد ناقص اي والسالب سي على ايه؟ سي على وده الاكسبريشن ايه ده؟ التايم دومين باشمهندس دي كده مش المفروض تبقى سي يعني سالب سي ام على فانكشن في تي؟ هي هنا في الجدول مفيش تي سمول يعني مفيش تي دي مفيش تي كم تي على مفيش تي كابيتال بس مضروبه في سي ام بقى سي على ام اللي هي سي على ام على سي مضروبه في تي على طول ما مفيش اسم اصلا احنا تي الاول جبناها ايه؟ ام على سي التي بتساوي ايه جبناها؟ سي ام على سي صح؟ تمام طب سي على ام يبقى دي موجوده خلاص في المقام صح دلوقتي بيقول لي جيب لي الاكسبريشن بقى عند تايم 60 سكند وعند تايم 600 سكند هروح شايل التي دي وعوض مره ب 60 سكند ومره ب 600 سكند على تايم انا دلوقتي عندي الكونستانت صح عندي الكونستانت دي والكونستانت ده تي 120 والكونستانت تي اللي احنا جبناه الاول صح تمام. يبقى عوض ده بالفاليوز بتاعتها بعد كده عوض التي مره ب 60 ومره ب 600 هيطلع لي الاول بوت الاولاني لا طبعا خلاص يبقى اكس وبعدين تخلوني اكس اوت والدي يو صح؟ احنا فاهمين؟ ماشي يبقى يو تي عند 60 سكند انت قلت هتساوي 3.14 7 ب
متر على سكند، ريوتي 600 سكند. خلاص بقى.